وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو التقى بمصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، وأعلن في مؤتمر صحفي أن الحلف الأطلسي سيواصل حملته العسكرية في ليبيا حتى يستتب الأمن كليا في هذا البلد. سيتم الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة من أجل توفير موارد مالية للشعب الليبي. مستقبل ليبيا في أيدي أبنائها الآن، وأي قرار شرعي سيكون صادرا عن المجلس الوطني الانتقالي.